الأكثر مبيعاً هي بساتين عربستان للمؤلف سالم مسلم. هذه الكتاب يتحدث عن ملحمة أسطورية قتالية على مزاج الشباب. هسه اللي الملاحم يبحثون عن الخيال، يبحثون عن الفضاء، كاتب بالإنجليزية بالسهولة. طبعا الكتاب الأول كتاب الكاتب يعني الروائي والناقد والكاتب الساخر بلال الفضل، ماذا صنع الله بعزيزة بركات، وهو كتاب وكتاب حكايات يربطها مشوار حياة المؤلف اللي مر بهاي الحكايات، مكتوبة بأسلوب ساخر. معروف عن بلال الفضل انه هو كاتب ساخر وكان له زاويه شهيره بالصحافه، وايضا له برنامج اسمه عصير الكتب. الكتاب الثاني كتاب يجمع ما بين يعني الفلسفه والتنميه، هو كتاب سفر الفلاسفه، معنى السفر، يتناول مفهوم السفر عند الفلاسفه عند نيتشه وجان جاك روسو والفلاسفه الكبار يعني، ويتناول كيف يساهم السفر في تنميه قدرات الناس و وإسعادهم ويعني إضافة يعني أشياء جيدة لحياتهم.